النهارده اخواتي في الله هنعمل مع بعض صابون سائل لغسيل الاطباق، 10 لتر صابون سائل لغسيل الاطباق بجوده عاليه، بريل، فيري، اي نوع بقى صابون سائل لغسيل الاطباق هنعمله مع بعض النهارده بطريقه سهله وبسيطه. وازاي تحولي نص لتر زيت مستعمل ل10 لتر صابون سائل؟ لا، فتابعوني كده لنهاية الفيديو عشان ان شاء الله كده تستفادوا بالطريقة. وزي ما احنا شايفين النتيجة بتاعته كويسة جدا، نعم، وده كده بوريكم برضو الرغوة بتاعته جميلة جدا، نعم، وهيشلك اصعب الدهون، نعم، يعني لو عندك دهون صعبة جدا، دهون محروقة كده، فهيشيلها لك ايه على طول. لا، جميل جدا، نعم. تابعوني بقى كده اهوت عشان نشوف عملناه مع بعض ايه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أخواتي وحبايبي في الله، معاكم حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل بقى إيه مع بعض كده اهوت، إزاي تعملي 10 لتر أو فوق ال10 لتر كمان صابون سائل لغسيل الأطباق. هوري لك الطريقة سهلة وبسيطة إيه جدا جدا. تعالوا بينا مع بعض كده نسمي كده بسم الله ونصلي كده على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف مع بعض هنحتاج لإيه للمكونات معانا النهاردة. هنحتاج 65 جرام من الصودا الكاوية او 90 جرام من البطاقس، واللي مش عارف الفرق هسيب لكم رابط فيديو كنت عاملة فيه اختبار في اول تعليم مثبت، تقدروا تدخلوا وتشوفوا ايه هي الفرق. وهنحتاج لنص كوباية مية ونص رطل من الزيت المستعمل مطرح تحمير بطاطس مش سمك، وتكوني مصفياه. وهنستخدم نص كوباية من الصابون السائل بس كده اهوت. فهنبدأ ايه دلوقتي انا ونص كوباية مية عشان ادوب فيها الايه الصودا الكاوية. دلوقتي انا حطيت نص كوباية المية في الكوباية، حطيت عليها الصودا الكاوية، ببدأ ان انا بقلبهم. في الخطوة ديت لازم تكوني لابسة كمامة، ويكون شباك المطبخ عندك يكون فيه تهوية، يكون مفتوح، وتبدأي اللي انت بتقلبيه كده ايه كويس زي ما احنا شايفين. وبعد كده اهوت هبدأ بقى ايه اللي انا احط الزيت كده في العلبة، وببدأ بعد كده بقى ايه اللي انا انزل عليه بمحلول الايه الصودا الكاوية اللي انا ايه عملتها او البطاس. فببدأ اللي انا بنزل عليه كده اهوت، وعلى فكرة نزلت وهو سخن يعني، وبقلب كده اهوت تقليب يعني على طول يعني مستمر كده لحد ما يتحول معايا القوام كده ايه، يتحول معايا القوام كريمي يعني. ببدأ بعد كده اهوت، اول ما يديني قوام كريمي كده اهوت هبدأ اللي انا انزل عليه بنص كوباية كده من الصابون السائل، لصابون سائل لغسيل الاطباق. يفضل كمان لو مثلا ممكن تحطي كيسين كده من البريل، لا ممكن تحطيهم مع. فبعد ما بقلب فيه كده اهوت وبعد كده هفضي عليه نص كوبايه الصابون السائل، لا وبقلب فيه. فبعد كده ببدا اللي انا بسيبه في على الرخامه بتاعت المطبخ في مكان يكون فيه مكان يكون فيه تهويه بعيد عن الشمس، وكمان يكون بعيد عن الاطفال. يعني لو انت عندك اطفال فيفضل انت تشيل الصابون دوت في مكان عالي بحيث الاطفال ما توصلهوش، بس يعني من وقت للتاني كده تديله تقليبه لحد ما ينشف ايه معاكي خالص. اتاكدت اللي هو نشف، خد معاكي 3 ايام، انا سبته لحد ما يعني عدى 3 ايام، خد معاكي 3 ايام، خد معاكي 4 ايام كده. فبتبداي اللي انت بتشتغلي بيه هقول لك هتعملي ايه. انا دلوقتي فضيت الصابون السائل اهوت، وبعد كده ببدا ان انا بقلبه ايه كويس، وبعد كده هسيبه بقى ايه زي ما قلت لكم، هسيبه كده لحد ما ينشف معايا خالص، ومن وقت للتاني هديله ايه تقليبه في المده اللي هو هياخدها، ياخد بقى من 3 ايام لاربع ايام على حسب ما ياخد ايه معاكي. فبتبداي اللي انت بتتابعيني بقى كده اهوت للخطوه اللي احنا هنعملها بعد كده عشان نعمل بيها الصابون السائل. وهقول لك هتعملي ازاي 10 لتر صابون سائل، لا مش هنعملهم كلهم مره واحده، لا انا هنقول لك تعمليهم ازاي.
انا دلوقتي خلاص كده انا سبته، ودي كده النتيجة بتاعته. بيوصل معايا للي بيبقى ناشف، بيبقى زي ما انتوا شايفين كده. كنت من وقت للتاني كده، طول ما انا كنت حاطه العلبه على الرخامه بتاعه المطبخ، لان انا ما عنديش اطفال. فدلوقتي بقى ايه يعني، كنت بقلب فيه يعني، وانا داخله طالعه المطبخ كنت عماله بقلب فيه. بس انت لو عندك اطفال فزي ما قلت لك تحطيه في مكان عالي. دلوقتي بقى ايه، احنا هنعمل مع بعض ايه، صابون سائل. طيب العلبه ديت انا ممكن اللي انا اخد منها كوبايه صغيره اعمل بيها 2 لتر صابون سائل، لا، والبقية الكمية اللي تفضل عندي ممكن اخليها زي ما هي برضو، واحطها بقى ايه في مكان عالي كده اهوت. وبعد كده ابدأ بعد كده لما الصابون دوت ممكن يخلص من عندي، ممكن اخد واعمل بيها صابون سائل ايه تاني لغسيل الاطباق بنفس الخطوات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. ايه يبقى كده انت هتعملي كمية صابون سائل كتيرة، يعني 10 لتر صابون سائل، بس مش مرة واحدة، بنفس الخطوات اللي انا بقولك عليها. وهنتابع ايه مع بعض ايه دلوقتي. انا معايا على الرخامة اهوت معايا كوباية من الصابون السائل الجاهز، وهناخد كوباية من الصابون اللي انا عملته معاكم بطريقة التخميق. وهبدأ ومعايا رطل من المية، وبعد كده هنحتاج لمعلقتين كبار من السكر، وهنحتاج لمعلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم هنضيفه ليه؟ عشان كمان اللي هو بيساعد في إزالة الدهون، وبيخلي المواعين معاكي بتلمع وبتبقى جميلة. ودلوقتي بقى ايه، هنتابع ايه مع بعض. انا دلوقتي خدت كوباية وحطيتها ايه في الحلة، والمية بقى لو يعني المية اللي انا هزودها بعد كده تاني، يعني هزود هتبقى واحدة واحدة يعني، على حسب بقى ايه القوام ما ياخد معايا الصابون يعني، فبوقف اضافة مية. بس ده كده رتل كده يعني مبدئيا كده يعني. فدلوقتي انا خدت ايه نص رطل ميه اهوت، وبعد كده احط الحله دي على البوتاجاز لحد ايه ما يسيح ايه معايا. يبقى بالطريقه دي انت لو عملت الصابون يعني يعني استغليتي نص رطل من الزيت المستعمل، وبعد كده حولتيه للصابون اللي هو بطريقه التخمير، وبعد كده اهوت ممكن يعني تعملي منه كل ما يعني كل ما تعوزي تعملي صابون بتاخدي كوبايه وبتعمليها بنفس الخطوات اللي انا بعملها ايه دلوقتي. ادواتي حطيت معلقتين سكر على يعني مع الصابون كده، وهو بيدوب زي ما احنا شايفين، هو كده داب كده خلاص، وبيبقى عامل كده زي شفاف كده، بيبقى جميل جدا. نعم. بعد كده بنقل الحله على الرخامه، وزي ما احنا شايفين الشفافية بتاعته جميلة جدا. دلوقتي بقى ايه، يبقى انا كده حطيت ايه بقى في الحلة تاني، نص رطل مية، خدت عليها كوباية صغيرة مليانة اللي احنا بنشرب فيها الشاي ديت، مليانة صابون. وبعد كده حطيتهم على البوتاجاز مع معلقتين سكر ودوبتهم كده على البوتاجاز. ودلوقتي انا بحط بقى ايه في الكوباية معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، وهدوبها في شويه ميه، وهبدا ان انا انزل ببقيه الايه الميه زي ما احنا شايفين. نعم. وهنزل بقى ايه بالكوبايه الصابون السائل. على فكره ممكن الكوبايه ديت يعني بتعمل ربع كيلو من الصابون السائل، فممكن اللي انت تحطي لو عايزه تحطي نص رطل من الصابون السائل فممكن ايه تحطي. فانا دلوقتي بحط بقى ايه معلقه كده من بيكربونات الصوديوم، بقلبها اللي انا حطيتها يعني في الكوبايه، بقلبها في الميه، وبعد كده هبدا ان انا انزل ايه بيها. انا لما بنزل بيها كمان يعني ايه هلاحظ القوام ايه بيكربونات الصوديوم بيدي لزوجه، وبيتقل يعني القوام الصابون معايا ايه شويه، فهنتابع ايه كله يعني كله بتصور ايه خطوه بخطوه معاكم. ما زي ما احنا شايفين اهوت، انا قربت لكم الكاميرا عشان ايه تشوفوا معايا اللزوجة بتاعته جميلة جدا. نعم. وعلى فكرة هو لسه كمان يعني ما بردش زي ما احنا شايفين، القوام بتاعه يعني حلو كمان. نعم. هو لسه سخن، فحبدا ان انا ازود مية تاني اهو زي ما احنا شايفين واحدة واحدة. الحلة دي بتاخد معايا 2 رطل، 2 رطل بالظبط زي ما احنا شايفين. نعم.
دلوقتي بقى ايه، انا طبعا انا كده زودت المية، دي كانت مية باردة اللي كانت في الكوباية. الكوباية دي بتاخد 400 ملي من المية، مش 200 ملي ولا حاجة. فدلوقتي ايه، زي ما احنا شايفين القوام بتاعه جميل جدا. يبقى انت لو عملتي استغلتي نص كيلو زيت وعملتيه بطريقة طريقة الصابون اللي بالتخمير، وخدتي منه كوباية وعملتي منها 2 لتر صابون سائل، لا وتشيلي الباقي وقت ما تعملي، وقت ده ما يخلص معاكي عايزة تعملي صابون سائل، صابون سائل تاني لغسيل الأطباق، فبتاخدي وتعملي. طيب أنا دلوقتي عملت مثلا وعايزة أعمل وصفة تانية، كنت عاملة معاكم في القناة كوروكس، كوروكس من الصابون ده هوت، كنت عاملة برضو معاكم برسيل بلاك من الصابون ده هوت للملابس السوداء، كنت عاملة معاكم برسيل جل ملابس الأطفال من الصابون ده برضو، كنت عاملة برسيل جل الملابس الملونة، كنت عاملة حاجات كتير جدا، كل دي موجودة في القناة. انا دلوقتي بقى جبت جيركن وعبيته كده زي ما احنا شايفين. الجيركن ده على فكرة بياخد كمية صابون كبيرة، عشان كده ال2 لتر وصلوا ايه لنص الجيركن. نعم. دلوقتي انا ايه، انا على فكرة انا زودته بس سنة لون اخضر كمان. نعم. زي ما احنا شايفين. نعم. ده كده القوام بتاعه على فكرة، ده المقطع ده بعد ما عدى عليه يومين. نعم. شايفين القوام بتاعه حلو ازاي؟ ياه، بعد ما سبته بقى كده وارتاح كده، فقلت لا اصور المقطع ده هوت عشان ايه تشوفوا القوام ايه بتاعه. قوامه حلو وجميل جدا، ولا بيبقى مكلكع ولا اي حاجه خالص. قوامه زي ما احنا شايفينه بيفضل معاكي بنفس القوام ده هوت. طيب في ناس هتقول لي مثلا طيب هو بيدي رغوة ولا ما بيديش كده، فانا هنجرب معاكم الرغوة ايه بتاعته برضه. خدت شوية مية كده اهوت وليفة مواعين اهيت زي ما احنا شايفين ناشفة ما فيهاش اي حاجة خالص، وخدت شوية صغيرين. وببدأ بعد كده اللي انا ايه بعمل بوريكم الرغوة، يعني زي ما احنا شايفين اهوت، يعني رغوته جميلة جدا بصراحة، تحفة. شايفين الرغوة عاملة ازاي؟ هيديلك نظافة جميلة جدا، هيشيلك أصعب الدهون من المواعين، لأن زي ما قلت لكم بيكربونات الصوديوم بيساعد في إزالة الدهون من المواعين بسرعة. ده كده حبايبي كان الفيديو النهاردة، وأنا حطيت بقى إيه، قلت الجيركن التاني كان كبير فجبت جيركن تاني بياخد 2 رطل، فحطيت فيه الصابون السائل. وده كده شكله زي ما احنا شايفين. اتمنى للفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتم منه. كان معاكم حنان الوراقي، ما تنسونيش كده حبايبي باللايك والشير واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.